الهدف الرئيسي لوجودنا بالحياة ممكن في كثير ناس غافلين عنه، وأنا واحد من الناس اللي كنت غافل عنه. إحنا وجودنا بالحياة عشان نرضي رب العالمين، نعبد رب العالمين، ونكون مثل ما ربنا أمرنا، لقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المطرب أدهم نابلسي اعتزل الغناء بشكل نهائي. فالحمد لله وفضل الله إجا هذا اليوم، وهذا هو الخبر السعيد جدا. أنا حبيت أحكي لكم أنه الحمد لله أنا اعتزلت الغناء، وأشكركم على دعمكم المستمر. أعمل لكم هذا الفيديو عشان أحكي لكم خبر سعيد جدا بالنسبة لي، وإن شاء الله يكون سعيد جدا بالنسبة لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة مع سيف ترند. ما زلنا بنقدم لحضراتكم أهم المحتوى الرائج على السوشيال ميديا وأخبار الفن والنجوم. موضوع حلقتنا النهاردة هنتكلم على اعتزال المطرب أدهم نابلسي، وخصوصا بعد ما طلع في الفيديو على القناة بتاعته على اليوتيوب وقال ان هو بيعتزل الغناء، لكن بيعتزل الغناء بسبب اهداف معينة موجودة عنه. وقال ان صحي جدا يكون عندنا اهداف في حياتنا، لكن السبب الاول والاخير ان الهدف ده يكون يرضي ربنا سبحانه وتعالى، وهو اللي قال كده بنفسه. مش مشكلة يكون عندك أهداف، بالعكس صحي جدا أن يكون عندك أهداف، وصحي جدا أن أنت تحاول دائما أنه أنت تنتج وتعمل الشغلات اللي أنت بتحلم فيها، بس يكون متناسق هذا الهدف مع هدف وجودك بالحياة هو عبادة رب العالمين، ويكون كل شيء أنت بحياتك بتعمله عارف أنه في صح وفي غلط، وتحاول دائما تعمل الأحسن. وقال أن أنا خلاص قررت أن أنا أعتزل الغناء بشكل نهائي علشان ده ما يرضيش ربنا. بعد ما انا وصلت لهدفي، اي نعم انا تعبت وشقيت لحد ما وصلت للمكانة اللي انا فيها، وبقى عندي ناس بيتابعوني من كل مكان في جميع انحاء العالم، ودلوقتي انا بعلن اعتزالي من الغناء. فبالنسبة لي بصراحة الهدف اللي انا كنت ماشي فيه والحلم اللي انا كنت عم بحاول احققه بصراحة ما بيرضى رب العالمين. وقال طبعا الآية: وما خلقت الانس والجن الا ليعبدون. دي بداية كويسة جدا، وبرضو زي ما هو قال في الفيديو ان دي مش النهاية، بالعكس دي البداية بتاعتي، وهتشوفوني اكتر من الاول لكن بطريقة ترضي رب جميعا. وبتمنى انه هذا الدعم يستمر لقدام، لانه هاي معناتها مش النهاية، بالعكس مش راح اختفي، يمكن راح تشوفوني اكثر، هتعرفوا علي اكثر على طبيعتي، وبتمنى تشاركوني رحلتي الجديدة، لاننا كلنا بيبقى عندنا اهداف كتير جدا في حياتنا، لكن الهدف الاول والاخير ان احنا نرضي ربنا سبحانه وتعالى. ده كان موضوع حلقتنا النهاردة، وربنا يا رب يثبته وربنا يكرمه ويهديه ويهدينا جميعا. لحد هنا وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. يا ريت فضلا وليس امرا ما تنساش تدعم الفيديو بلايك، وتشرفنا بوجودك في القناة. انتظرونا في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.